فيما يتعلق طبعا بأسعار النفط، واضح أن هناك المتغيرات الكبيرة، سمعنا حول البرازيل، فنزويلا ستكون ضمن الأضواء في هذه المرحلة، ونرى هذه المتغيرات القوية بالنسبة لهذا الاقتصاد، الأرجنتين وتراجع متواصل في الاحتياطيات النقدية. نبدأ بداية من البرازيل، هناك مراجعة لمستويات النمو في هذا الاقتصاد بعد انتخاب الجديد للرئيس روسيف، وكانت قد قالت بأننا سوف نحاول أن نركز كثيرا على الاقتصاد ونعجل من مستويات النمو التي كانت متراجعة. على غير المتوقع فعلا في شهر سبتمبر أيلول كان هناك نوع من المفاجأة للأسواق، ومستويات النمو كانت قد سجلت ارتفاع، ولكن في المقابل طبعا كل الدول المنتجة للنفط والمنتجة للسلع هناك مراجعة لميزانياتها. على سبيل المثال البرازيل ستقلص من ميزانية العام القادم بحدود 26 مليار دولار، هذا الرقم أيضا هو يعني قد يكون معرض للمراجعة وقد يكون التقليص بشكل أكبر، لكن حتى الساعة هذا الرقم هو الموجود في أجندة الحكومة. لنعود إلى مستويات النمو في شهر سبتمبر، جاءت هناك ارتفاعات في مستوى النمو في الاقتصاد البرازيلي بحدود 0.4% ارتفاعا عن التوقعات التي أشارت أن الارتفاع قد لا يذهب إلى أقل إلى حدود أو يذهب إلى حدود 0.2%. إذن هذه المراجعة قد تعطي نوع ربما من الارتياح فيما يتعلق بالأجندة الاقتصادية للرئيسة البرازيلية. لنعود إلى المؤشر، كيف تصرف مؤشر ساو باولو في هذه المرحلة وخصوصا منذ بداية العام، ونلاحظ هذه الارتفاعات المتواصلة لأنه الناس دائما يلجؤون لمواجهة التضخم وحتى التراجعات يلجؤون إلى أسواق المال لأنه بيكون فيها حركة تسييل بشكل أوسع. لنعود إلى الريال البرازيلي، كيف تصرف في هذه المرحلة أمام الدولار؟ يبقى الدولار إذا مرتفع، ارتفع بشكل قوي أمام معظم العملات، عملات الأسواق الناشئة، وكما نرى استمرت هذه الارتفاعات حتى آخر جلسة تداولات يوم الجمعة. لنعود أيضا إلى أرقام جديدة فيما يتعلق بالاقتصاد الأرجنتيني، ما نزال إذا مع أزمة الديون المتواصلة، عندما قالت الأرجنتين أن لديها تعثر في سداد بعض الديون، وتم شطب طبعا جزء كبير من هذه الديون باستثناء صندوقين أمريكيين لم يرضوا عن هذه التسويات. الاحتياطي النقدي ما يزال مشكلة في الاقتصاد الأرجنتيني، لذلك سوف تلجأ إلى بدائل جديدة. الأرجنتين حاليا هي توقع اتفاقيات متواصلة لعملية تبادل نقدي، من هذه التبادلات النقدية هي مع الصين للمرة الثانية. هناك دفعات جديدة من الاحتياطي النقدي أو العملات الأجنبية تدخل عن طريق هذا التبادل. الاحتياطيات الحالية إذن فيما يتعلق بالنقد الأجنبي 29 مليار دولار فقط، قالت أن ستدخل إلى الميزانية حوالي 500 مليون دولار مع هذا مع الاتفاقية الجديدة مع الصين. الصين في للمرة الثانية إذن تدخل في ضمن هذه التوقيعات، وواضح أن الصين تتوسع كثيرا أيضا في مجال الاتفاقيات للتبادل بالعملات المحلية مع الكثير من الدول حتى التابعة للبريكس أو من خارج منظومة بريكس. هذا فيما يتعلق بالدولار، طبعا سيتراجع أمام العملة الأرجنتينية كما نرى سيرتفع، وبالنسبة للبيسو الأرجنتيني يسجل مستويات متراجعة على وقع هذه الأخبار. لنعد إلى فنزويلا، فنزويلا بالنسبة لهذه التطورات المتسارعة من أكبر احتياطيات النفط في العالم، مخزون هائل من النفط والسلع الأخرى، رغم ذلك فنزويلا سوف تلجأ إلى أن تستورد النفط من دول أخرى مثل روسيا والجزائر. بالنسبة لمستويات ما تمتلكه من احتياطيات، لديها أكثر من 256 مليار برميل من الخام الثقيل، إضافة أيضا إلى الخام الخفيف. رغم ذلك لا يبدو يعني المشكلة بالنسبة لفنزويلا أن هناك ضعف في الاستثمارات، لا تستطيع أن تصرف أموال على الاستثمارات، ولذلك تبقى هذه الاحتياطيات موجودة في أسواقها. بالنسبة لفنزويلا المراجعة للميزانية الأخيرة، يقال كل دولار يفقد أو يتم خفضه من سعر برميل النفط تفقد فنزويلا 700 مليون دولار كإيرادات. يعني نلاحظ أنه كثير من الدول عليها أن تراجع، يعني هناك صدمة نفطية
قوية لهذه الموازنات؟ يعني إذا كنا فرجعنا على كل دولار نرى أن هناك نوع من الخسائر، إذن هذا بالنسبة لخسارة المؤشرات أو حتى الاحتياطيات النقدية في فنزويلا. لنعد إلى مؤشر الأسواق النامية، كيف تصرف في هذه الفترة؟ أو هذا بالنسبة إذن لوضع هذه المؤشرات منذ بداية العام، إذن تعرض لبعض التراجعات في الفترة الماضية ولكن يحاول أن يسير في منطقة هادئة، لأن متغيرات الصينية هي الأساس حاليا مع هذه مع خفض الصين لمؤشرات أو مستويات الفائدة سيعطي قوة أكثر للمؤشرات العالمية. وهذا هو مستوى الشنغهاي الذي سجل أعلى مستوياته في هذا العام. إذن هذه بعض المؤشرات التي استطلعناها بالنسبة للأسواق الصاعدة، تأثير النفط على مثل هذه الأسواق.